الجدول الآتي على المبيعات الشهرية بآلاف الليرات السورية لكل من أسامة وعلي في ستة أشهر متتالية. أسامة، هذا هو جدول لأسامة وعلي. جدول يدل على المبيعات الشهرية بآلاف الليرات لأسامة وعلي. المطلوب أوجد المتوسط الحسابي والوسيط لمبيعات كل من أسامة وعلي. نقوم الآن بالحساب. نقوم بالحساب مبيعات أسامة. المتوسط الحسابي لمبيعات أسامة مجموع المفردات على عددها 180 على 6. الجواب 30. المتوسط الحسابي لمبيعات علي مجموع المفردات على عددها 186 على 6. 31. الجواب. انتهينا من المتوسط الحسابي. الآن الوسيط. نلاحظ أن عدد مفردات البيان لكل من أسامة وعلي إن يساوي 6، أي عددها زوجي. إذن رتبتي الوسيط 3 و4، أي الوسيط محصور بين المفردتين الثالثة والرابعة. أقوم بحساب الوسيط لمبيعات أسامة. 24 زائد 26 على 2. الجواب 25. الوسيط أيضا لمبيعات علي. طبعا المعلومات من الجدول. 20 زائد 28 على 2. الجواب 24. إذن هذا الطلب الأول. السؤال: قد أوجدنا متوسط الحسابي لمبيعات أسامة، ثم المتوسط الحسابي لمبيعات علي، الوسيط لمبيعات أسامة، ثم الوسيط لمبيعات علي. الآن مخطط الصندوق والساعدين لمبيعات كل من أسامة وعلي. لاحظ مخطط الصندوق والساعدين نحتاج إلى 5 مفردات. أصغر مفردة 20، أكبر مفردة 50. يجب أن يكون البيان مرتبا، وهو مرتب بالفعل. نقوم برسم خط مستقيم وتقسيمه إلى أقسام متساوية. فهنا قسم الأقسام 20، 22، 24، 26، أي 2 2، لكي تكون المفردات واضحة لدينا. أيضا حصلت على الوسيط، أي الربيع الأوسط 25 من الطلب الأول، وثم أوجدت الربيع الأول والربيع الثالث، ووضعت كل منهما على مستقيم الأعداد الذي أمامنا. رسمنا كما لاحظ
الصندوق طول الصندوق محصور بين كيو واحد وكيو ثلاثة، إذا هو طول الصندوق ساعد أيسر وساعد أيمن، هنا يوجد خطأ، نعتذر. ساعد أيسر وساعد أيمن، هنا يجب أن يكون أيمن. هذا هو مخطط الصندوق والساعدين لمبيعات أسامة. الآن صندوق والساعدين لمبيعات علي. نلاحظ معا، هذه هي مبيعات علي بالآلاف مرتبة ترتيبا تصاعديا. أصغر مفردة 16، أكبر مفردة 56. الوسيط قمنا بحسابه في الطلب 24، أي هو الربيع الأوسط يو 2. الربيع الأول 18، الربيع الثالث 48. نقوم أيضا برسم مستقيم الأعداد مقسم تقسيمات متساوية. قسمنا هنا 4-4 أو 2-2 من أصغر مفردة 16 إلى أكبر مفردة 56. حددنا كيو 1 18، كيو 2 24، كيو 3 48. ساعد أيمن، ساعد أيسر. طول الصندوق محصور بين كيو 1 إلى كيو 3. نتذكر معا الملاحظة التي ذكرناها الدرس الماضي، أن الربيعات تقسم البيان إلى عدد متساوي من المفردات. نلاحظ هنا في القسم الأول مفردة، في القسم الثاني مفردة، في القسم الثالث مفردة، وفي القسم الرابع أيضا آخر مفردة وهي أكبر مفردة. إذن تقسم الربيعات البيان من حيث إلى أقسام، أربعة أقسام متساوية من حيث عدد المفردات. هذا هو مخطط الصندوق والساعدين لمبيعات علي. السؤال الثالث، تدل البيانات على علامات التلاميذ الأوائل في الأولمبياد العلمي في الصف العاشر في إحدى المحافظات. هذه هي بيانات الدالة على علامات التلاميذ. المطلوب أوجد كل من الوسيط، المتوسط الحسابي، المنوال، المادة. لحساب الوسيط، أولا نرتب المفردات ترتيبا تصاعديا. المفردات في البيان غير مرتبة، نقوم بترتيب المفردات ترتيبا تصاعديا. عدد المفردات 7 وهو عدد فردي. رتبة الوسيط 4، أي أن الوسيط هو المفردة الرابعة بين
مفردات البيان. فالوسيط هنا 88. الآن المتوسط الحسابي، مجموع المفردات على عددها. نقوم بجمع المفردات مجموعها على 7. الجواب أيضا 88. حسبنا الوسيط ثم حسبنا المتوسط الحسابي. الآن المنوال، ما هي المفردات المكررة؟ ملاحظ هناك مفردتين مكررتين نفس عدد مرات التكرار. إذا يوجد منوالان للبيان، يوجد منوالان 88 و 89. المدى هو الفرق بين أكبر مفردة وأصغر مفردة. الفرق 91 ناقص 85 يساوي 6. هذا كان الطلب الأول. الطلب الثاني، الصندوق والساعدين لهذا البيان. لإنشاء المخطط يجب أن يكون لدينا 5 مفردات. أصغر مفردة 85، أكبر مفردة 91، أيضا الربيعات. الربيع الأوسط أي الوسيط U2 يساوي 88. الربيع الأدنى Q1 86. الربيع الأعلى 89. نعود إلى البيان لنبين كيف أوجدنا الربيعات. المفردة التي تقع في الوسط التي تسبقها المفردة التي في الوسط الربيع الأول، والتي تليها المفردة التي في الوسط الربيع الثالث. نرسم مستقيم الأعداد. هنا المفردات غير متباعدة كثيرا عن بعضها، فنقوم بتقسيم المسافات 1 1. 85، 86، 87، 88، وهكذا. ساعد أيسر، ساعد أيمن، محدد أيضا Q1، Q2، Q3. نرسم الصندوق. هذا هو مخطط الصندوق والساعدين لهذا البيان.